عيد العمال هو مناسبة عالمية تحتفل بها العديد من الدول في الأول من أيار من كل عام، وهو تكريم لإسهامات العمال في دورهم في تطوير المجتمعات وتقدم الاقتصاد. كل عام وعمال العراق بخير والعراق الحبيب، وإحنا طبيعة عملنا طبعا شعبة الخدمات تداوم من الصباح الباكر الساعة 6:30 قبل لا يجي الموظف، يعني تجهيز البكان، تنظيف، إضافة إحنا عندنا برامج وسوديات مثل ما تعرف حضرتك زين، ولازم إحنا متواجدين بكل بكان خصوص الخدمات. ففي شبكة الإعلام العراقي لا يقتصر عملها على الأدوار الإعلامية فقط، بل تضم عمالا في مختلف المجالات مثل النظافة والصيانة وخدمات الدعم الفني، وهؤلاء يلعبون دورا حيويا في تسهيل العمل وضمان فعاليات العملية داخل الشبكة. كل عام وجميع العمال العراق بألف خير إن شاء الله وسلامة. احنا طبيعة عملنا التبريد، قسم التبريد، وكو قسم الكهرباء، وكو قسم المولدات، يعني ثلاثة أقسام عندنا طبيعة عملنا. قسم التبريد على الشغلات التشيلرات، التبريد العاطل، وقسم الكهرباء يعني نصب بوردات اطفاء كهرباء مولده، شغل مولده. طبيعه عملنا احنا عندنا هنا دوام صباحي وخفاره، فيبقى الخفر مداوم يعني 24 ساعه ومستمر بالعمل. اي شيء يصير مثل اطفاء بالليل ورا 12 بالليل، يعني من يعني للصبح 24 ساعه مستمر العمل. اي طارئ يصير اكو كادر موجود يقوم بالعمل، عمل مستمر 24 ساعه داخل شبكة إعلام العراقي. العاملون في الشبكة لهم مهام متعددة الأشكال وتتطلب جهداً مستمراً على مدار الساعة، والعمل لفترات بين الليل والنهار لضمان سير العمل بسلاسة. ويشمل عملهم التنظيف وصيانة المباني والمكاتب والاستوديوهات وإدارة النفايات وتجهيز وترتيب الأماكن قبل وبعد البرامج والنشرات لتمكين باقي الفرق من القيام بمهامهم بكفاءة تامة. لبرنامج صباح الخير يا عراق، علي الحلفي، بغداد.